إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا النقل المباشر العاجل من قلب نواحي بن سليمان بالقرب من المدخل الرئيسي لمدينة بن سليمان. ففي هذه اللحظات حادثة سير خطيرة جدا، رموك تقلب والمشهد مرعب أمامكم. المشهد مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، مشهد مرعب، صورة أمامكم عاجل ومن قلب بن سليمان بالقرب من المدخل الرئيسي لبن سليمان، طريق الرابط ما بين المحمدية وبن سليمان. صورة أمامكم، فالمشهد أمامكم على المباشر، مشهد صراحة مرعب. صورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة على المباشر. هكذا تبدو الأجواء بهذا المكان، صورة أمامكم على المباشر، حضور رجال الدرك الملكي في الوقت المناسب. المشهد أمامكم مشاهدي قناة شوف تي في من قرب المدخل الرئيسي لمدينة بن سليمان، فحضور رجال الدرك الملكي في الوقت المناسب. أمامكم المشهد كيف ما ذكرت، عناصر رجال الدرك الملكي قايمين بكل صغيرة وكبيرة من أجل فتح الطريق في الوقت المناسب، والمشهد أمامكم على المباشر، مشهد مرعب، ناس واقفة. صراحة حادثة سير خطيرة جدا، أمامكم المشهد مشاهدينا الكرام. إذا الصورة أمامكم على المباشر مشاهدي قناة شوف تي في بالقرب من مدينة بن سليمان، فرموك تقلب وحبس الطريق، وأمامكم المشهد صادم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. صورة واضحة أمامكم، الحمد لله ما كاينش خسائر أخويا في الأرواح، الحمد لله. إذا دائما الصورة أمامكم على المباشر مشاهدي قناة شوف تي في، كيف ما ذكرت حادثة سير خطيرة جدا وقعت بالقرب من مدينة بن سليمان هذا الصبيحة، وأمامكم المشهد، مشهد خطير جدا أمامكم على المباشر مشاهدي قناة شوف تي في. الشيفور موقع الدول، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا فضل من الله. خسائر الحمد لله في الارواح ما كانت حتى شي حاجه، اصابات خفيفه الحمد لله. الصوره امامكم على المباشر مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، امامكم المشهد من بالقرب من المدخل الرئيسي لبن سليمان. رموك عامر تقلب والمشهد مرعب كيف ما كتشوفوا معنا، صورة على المباشر مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. فحادثة سير خطيرة جدا، مجهودات ديال رجال الدرك الملكي متواصلة من أجل فتح الطريق، أن صعوبة في إبعاد هذا الرموك من الطريق، أنتم كتعرفوا الحمولة ديالو، الثقل ديالو، فأكيد مجهودات جبارة كيقوموا بها رجال الدرك الملكي من أجل فتح الطريق. الصورة أمامكم على المباشر، الله يحضر السلامة الواحد يرد البال. الصورة أمامكم على
المباشر هكذا هي الاجواء من عين المكان. فالناس تخلعات صراحه لان المشهد مرعب، الصوره واضحه امامكم على المباشر بالقرب من مدينه بن سليمان. هكذا تتم عمليه ديال الازاله ديال هذا الرموك. المشهد امامكم هكذا تتم العمليه ديال الازاله ديال الرموك. الله يسر الله يحضر السلامة. مجهودات جبارة من رجال الدرك الملكي من أجل إزالة هذا الرموك اللي تقلب في هذه الصبيحة بقلب الطريق الرابط ما بين المحمدية ومن سليمان. كيف ما ذكرت مجهودات جبارة من أجل إزالة ديال هذا الرموك من قلب هذا الطريق من أجل تعبئة الطريق لأن الطريق مقطوعة. إذن الصورة أمامكم على المباشر مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، رموك تقلب بقلب الطريق الرابط ما بين بن سليمان المحمدية بالضبط بالقرب من المدخل الرئيسي لبن سليمان، والمشهد مشهد خطير جدا. الصورة أمامكم الله يسركم، كان قاد شي واحد هنايا في هذا المكان ولا واقف فالله يرحمه. الحمد لله. مشاهدي قناة شوف تيفي الصورة أمامكم على المباشر كما كتشوفوا في هذه اللحظات تم تعبئة الطريق وإبعاد الرموك اللي تقلب جانبا من أجل تعبيد الطريق. كيف ما ذكرت رجال الدرك الملكي كيقوموا بمجهودات كبيرة إلى حدود اللحظة. الحمد لله كيف ما ذكرت فالرموك تم الابعاد ديالو شي انما على الطريق من اجل كيف ما ذكرت تعبئه الطريق لانها كانت مقطوعه
بسبب هذا الرموك اللي تقلب وسط الطريق وكان محمل كيف ما كتشوفوا بالحجر. الحمد لله الاخبار اللي عندنا فما كاينش خسائر في الارواح. دمتم في رعاية الله، الى اللقاء، نلتقي في بعض لحظات من الان، الى اللقاء.